اللي هيقول الاول هياخد النقطه. ماشي. طيام قال طبعا. عالم ايه؟ ريشه بحر. طاير هوا. طاير يا هوا، طاير على المينا. لا اغنيه الدنيا ريشه في هوا. الدنيا ريشه في هوا مصطفى قمر. نقطه 1-0 لصالح مصطفى قمر. طايره بغير جناحين واحنا النهارده سوا تيرارارارا، وبكره هنكون فين في الدنيا في الدنيا تيرارارارا تيرارارا. حلوه حلوه جدا. الدنيا مرجح مرجح. لا الدنيا مرجحه هي صح. الدنيا بتتمرجح. لا الدنيا اتمرجحت. الدنيا مرجحه. قول لي الاغنيه. مرجحه من تحت لفوق. ايوه الدنيا الدنيا زي المرجحه. زي المرجحه. تيار مصطفى قمر. عارفه ليه؟ انا ما عرفتش حتى اسم الاغنيه يعني. عشان انت عارفه هو الجيل ده بيحب الاغاني الشعبي. بيحب المراجيح. بيحب المراجيح الشعبي. اغنيه شعبي. انا بس ايه لو حاجه واحد ما بين الابن وابوه. قلتها لك دي بس انا كان ممكن اقولها يعني. مش مشكله بس انا يعني انا قلت ثلاث ارباعها اصلا انت كنت هتاخدها مني يعني. ماشي خلاص ما مرضتش. اصيل اصيل اصيل. اللي بعده. حب جامد. اسمها كده. تصدق ان هي تنفع. تنفع صح؟ حب جامد فعلا. بس هي كان مقصود حاجه ثانيه. بس الامانه تخليني ادي لك النقطه يا تيام. ايه ده ايه ده؟ لا عايزين المقصود بيها. المقصود كانت قلب جريء. بس هو احنا لو جينا نرسم حب جامد كنا نرسمه كده بالظبط. بس جريء مش يعني. لا اهو جريء. حب ده بالعكس. ده فيلم. بس انا داخل في اغنيه. اغنيه قلب جريء اللي في الفيلم. عشان كده. وبتاعتي يعني. ايوه انت اللي مغنيها على فكره. الاجابه الاغنيه اللي قالها تيام هي تنطبق اكتر على الايموجي. على الايموجي. فانا هاخد النقطه. 2-1. معلش معلش يا درش. يعني تنفع النقطه دي على فكره؟ تنفع تنفع يا جماعه. لا هو ما انا يعني ازاي اشيل الدرجه منه. ماشي يا منى ماشي. ده طالب متميز. طيب ماشي عشان خاطر. شكرا. اللي بعده نشوف اللي جاي. صعبه شويه. اقروها حبه حبه كده. دي ملح. ايوه مش عايز افكر بصوت عالي عشان ما غششوش. دي ايه اللي في النص دي؟ مش فاهمها. اقرا كده شوف ايه. انت بتغش يا مصطفى؟ لا خالص. انت بتغش من عمك؟ لا ما شفتوش اصلا. ما اعرفش هو قاعد فين لابس كمامة. لا عمك بقى. ما تغشش اخوك. بتغش من اخوك ليه؟ قلبك ملاحه. ايه قلبك ملاحه ده؟ اهو في الاخر. طب اللي في النص ايه؟ بحر. ها؟ هو بحر صح؟ ايوه. قلبي بحر مالح. قلبي مش مسامح. ياه ثانية واحدة. الأغنية دي بتاعت مين؟ بتاعت مين يا جماعة؟ حمو بيجا؟ بتاعت مين والنبي؟ طب قول له غنيها لي. اللي هي قلبي بحر مالح، قلبي نمت امبارح. لا خلاص اكسب. مش مسامح. عادي مش معلش معلش. أنا قلت هيجيبوا أغاني يعني هما جايبينها في برضه أغاني. قلبي مش مسامح. أيوه. ولد ثقافته موسيقية. أمال إيه؟ أمال إيه؟ هي دي الثقافة؟ دي حتتي دي حتتي. أنا الإيموجي. أنا قلت لك أنا عرفتك قبل ما نبدأ. إحنا كام كده؟ 3-1 صح؟ 3 أيوه 3-1 بس لسه أغاني كتير. ماشي. قارئة الفنجان. مين قالها الأول؟ مين قالها الأول؟ لا ممكن يعني طيب مين قالها الأول اللي سمعوني؟ تيام. الله عليكم حبايبي شكرا. معلش معلش يا نجم معلش. ماشي ماشي. سوسه سوسه. والله العظيم. والله. طيب اللي بعده. رسائل. جوابات. جوابات جوابات جوابات. صاحبك وحبيبك. مراسيل. مراسيل 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 يعني جوابات. ولسه. بص عارف انت مصطفى قمر لو غنيتها روانيت المذهب بتاعها مع الفرقه هدي لك نقطه من عندي. مراسيل. مراسيل مراسيل قول لسه والحلوه عيونه مش حاسه والنار من شوقي ما تتوصى. مراسيل مراسيل قول لسه والحلوه عيونه مش حاسه والنار من شوقي ما تتوصى.
طلقة ولا فيش فايدة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.